أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله هنعمل صينية الكنافة بالقشطة. صينية الكنافة بالقشطة طبعا من الحلويات اللي احنا بنحبها جدا في رمضان وبتبقى مطلوبة كتير. أنا بجيب هنا كمية من الكنافة، ده هنا عندي 2 كيلو، بجيبها وبجمدها في الفريزر، وبعد ما بتجمد خالص بطلعها وابتدي ان انا افركها بايدي كده، يعني اخليها زي البودره بحيث تبقى معايا بالشكل ده كده. بجيب كميه من السمنه وافضل اقلبها بيها لحد ما السمنه تغطيها كلها، وبعدين احطها في اكياس واشيلها. بتبقى كل كيسه على حسب على قد الصينيه اللي احنا بنعمل فيها. انا عندي هنا اهو كميه انا عاملاها ومجهزاها علشان لو هعمل كنافه او كده مش كل شويه اجيب واقعد اجمدها وبعدين اكسرها وادهنها بالسمنه وكده، تبقى عندي جاهزه كميه حلوه. بالنسبه للمقادير، عندنا كنافه زي ما قلت لكم، وعندنا هنا سمنه عشان ندهن الصينيه، وعندنا كميه من القشطه. والقشطه دي احنا عملناها لكم في حلقه قبل كده سابعه ازاي نعملها ونخزنها بكميات كبيره. عندنا بقى الطريقه، هنجيب الصينيه اللي هنعمل فيها، هندهنها بس سمنه كده، وطبعا العسل اللي هنزق بيه الكنافه احنا برضه عملناه لكم في حلقه قبل كده. ندهن كده، هنحط طبقه من الكنافه هنا في الصينيه، بس مش طبقه تخينه قوي، يعني هنفرد طبقه كده منها. زي ما انتم شايفين الكنافه كده بقت معايا زي البودره. مش هنعمل طبقة تخينة قوي، يعني احنا هنعمل طبقة كده وسط علشان لسه فيه هنحط قشطة وكمان هنحط طبقة تانية من الكنافة، بس المهم ان احنا نبقى مغطيين القاعدة بتاعت الصينية كلها. نضغط بس كده ضغطة خفيفة بايدينا عشان نسويها. طبعا الكنافة دي مدهونة سمنة، انا جبتها وده عملتها بالسمنة بعد ما جمدتها في الفليزر زي ما قلت لحضراتكم في اول الحلقة. الشكل ده كده. هنجيب بقى القشطة اللي احنا عاملينها وهنحطها، بس ما نخليش القشطة تبقى على الحروف، هنحطها في النص بالشكل ده كده. جميل، كفاية كده، وهنغطيها بقى بطبقة تانية من الكنافة. بس الطبقة دي مش هنضغط قوي عشان القشطة ما تخرجش بره. كده الشكل ده كده. لازم نبقى مغطيين الصينية كلها بحيث ان ما يبقاش فيه قشطة باينة عشان ما تتحرقش مننا في الفرن. في ناس بتجيب لون وتحطه على الكنافة، لو بتحبي انت الطريقة دي اللي هي بيبقى لونها يعني برتقاني شوية كده ممكن تعمليها، بس انا عن نفسي ما بعملهاش لان الحاجة يعني بطبيعتها بتبقى افضل. نتأكد ان احنا بس غطينا كل الحتة العريانة، مفيش قشطة باينة خالص. هنضغط بس ضغطة خفيفة كده عشان نسوي الصينية. طبعا دي اول ما بتطلع من الفرن بننزلها بالشربات وما تتقطعش خالص، لازم تبرد خالص تماما، سواء بره في درجة الحرارة العادية بتاعت الغرفة او في التلاجة. نسويها كده بالشكل ده اهي. دي هتدخل الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة متوسطة، انا عندي المتوسط هنا 180، لحد ما نلاقي الوش ده يبقى ذهبي.
اول ما يبقى الوش دهبي هنطلعها ونزيها بالشربات. انا هدخلها الفرن ولما اطلعها اوريك اطبع اعمل ايه. الكنافه بالقشطه اول ما طلعت من الفرن هنزيها بالشربات اللي احنا عاملينه. الشربات ده يكون بارد كده. طبعا دي من رابع المستحيلات انها تتقطع وهي كده. دي لازم تبرد خالص في التلاجة. هي هتشرب كل الشربات ده. نزقيها بالشكل ده كده. والحروف كمان بتاعتها الحواف. اتأكد ان احنا مغطينا كلها بالشربات كده. هي بتشربه اهي. معنى ان هي تشربه دليل ان كده الكنافة نجحت معاكي. كده الكنافة انا زقيتها بالشربات. طبعا دي ما تتقطعش دلوقتي. هتتساب في التلاجة وفي اليوم التاني بعد ما تكون بردت تماما هطلعها واقطعها وفرقها تبقى عاملة ازاي. ودي هنا هي الكنافة ام قشطة بعد ما بردت هقطعها. بس اقطع منها حتة افرقها من جوه عاملة ازاي. الشكل ده كده اهي من جوه كده بقت عامله بالشكل ده وتتقدم. والف هنا وشيف. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم واشوفكم ان شاء الله بكره.